ووعدنا إن شاء الله خلال الأيام القادمة، خلال الأسابيع بأقصى حد، أن يقدم قانون تعديل قانون العفو العام بهذه النقاط. إذا وضعت إن شاء الله هذه النقطة كما اتفقنا عليها، سوف يخرج عشرات الآلاف من السجناء الأبرياء، وإن شاء الله احنا ما راح نقصر. ادعونا الله يثبتنا. مغريات وفتن تسحبنا هنا وهنا، انا اخوكم ان شاء الله، احنا تربينا في هذا في المساجد، واحنا ربونا شيوخ الدين قبل اهلنا، الله يجزاهم خير، وان شاء الله احنا معاهدين الله سبحانه وتعالى، ولا نريد في ذلك لا شكر، وهذا واجبنا، عاهدنا الله سبحانه وتعالى ان نحقق هذه الاهداف وماضين بها. ان شاء الله احنا نشعر بامانه ان هناك اليوم جو حقيقي يريد انهاء هذه المشاكل. ما جابت الفائده لاحد. بيتنا الكبير اكو قسم داخل البيت مو راضي، البيت ما يستقر. ولذلك اكو اليوم شعور بانه يجب الجميع ان تسود العداله بين كل مكونات الشعب العراقي، احنا ماضين في هذا الامر ومصرين عليه الى اخر لحظه. هددنا و ضربت مقراتنا وبقينا مصرين على هذه الحقوق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا، وأرجو منكم الدعاء أن الله يوفقنا، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحنا جيناكم يا با، هذا الواجب علينا. كفو من أبو سرمد. بسم الله الرحمن الرحيم، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق
وأنت خير الفاتحين، صدق الله العظيم. أيها الأخوة المواطنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم في كل مكان من صوتكم من استوديو 9 من قناة الفلوجة. عربنا قبل تقول الحقوق الراد لها حلوق، تعرف شلون تجيب حق ناسها وأهلها وتدافع عنهم، والحقوق يراد لها رجال بأفعالهم ينصفون شعبهم. فجناب الشيخ خميس الخنجر كقائد وزعيم وطني ورئيس تحالف السيادة وزعيم أهل السنة والجماعة في العراق على عاتق هذه المسؤولية، وهو أهل لها، لأنه رجل أفعال لا أقوال، واللي يعرفه زين يعرفه أنه رجل أفعال لا أقوال. كثير من السياسيين للأسف الشديد على مدى كل هالسنوات خلفوا وعودهم إلى أهلهم وناسهم، ولكن الآن هذه المسؤولية بعاتق رجل أخذ عهدا أمام الله سبحانه وتعالى منذ يوم عودته إلى العراق في 2018 أن يبحث هذه الملفات الشائكة. الآخرين كانوا يخافون، جرف الصخر طلع مرة واحد رئيس وزراء أسبق يقول والله قالوا لي روح ابحث الموضوع في إيران وفي جنوب لبنان، وش أسوي والله ما أدري، صح لو لا تتذكرون؟ وزراء، نواب، رؤساء كتل شيموهم الناس، قالوا لهم جرف الصخر تعود إليها أهلها، ما قدروا يسوون شيء. يا عمي عندنا معتقلين مغيبين، ما عندنا غيركم، وتخلوا ملتهين باللجان بالمناصب، أرد يصير وكيل وزارة، أرد يصير وزير، يزعل تقول له يا أخوي تعال نشيمك تعال، يقول لا والله أنا المطبعة مال وزارة التربية تجيب لي حقوق أكثر، وتارك سامرة وتارك أهله وتارك الطلبة قاعدين على القاع، ودفاتر ما عندهم وكتب ما عندهم، صح لو غلط؟ شيمنا الآخر قلنا له تعال يا أخوي ريد نبني ريد، لا لو أصير وزير دفاع لا والله ما أقدر أشتغل إلا وزير إيش كنت وزير دفاع، تعال اشتغل ساعة خادم لأهلك، ما يقبل. شيء من الآخرين لو ترجعوني رئيس برلمان وهو أهله بدياله ما زايرهم، والثاني يحكي لنا أمثلة غريبة عجيبة وهو للمشاهدة ما يندلهم، والله يا عمي خلونا نحكي الصدق، والآخر للموصل آخر مرة زايرهم قبل 4 سنين، مدري قبل الغزو مال الدواعش، ما يصير. أريد ناس تشتغل، تريد ناس تخدم أهلها، ولهذا الرجل أخذ على عاتقه هذه المسؤولية. وارجع أقول لكم إحنا محتاجين إلى رجال أفعال لا أقوال، والدنيا ميزان، هذا الميزان الله سبحانه وتعالى حط مبدأ به العدالة، بدون عدالة ما تستقيم المجتمعات، وبدون عدالة مجتمعية لن يستقيم العراق. جناب الشيخ خميس الخنجر حكاها بكل صراحة، ولا سياسي سواها، وأمام المصلين وأعلنها للرأي العام العراقي والعربي والإسلامي والدولي من جامع المصطفى في العامرية ببغداد عقب صلاة الجمعة المباركة يوم أمس، للأهمية التاريخية، المعتقلين وقانون العفو العام والبحث عن المغيبين ومصيرهم، هذه مسؤوليتنا كليتنا كعراقيين، لكن الآن يجب أن تتكاتف جهودنا لتحقيق هذا الهدف. خلينا نشوف. نحن دخلنا العملية السياسية من أجل الناس، والله شاهد على ما نقول، وفي كل قراءاتنا ومن منذ وصول إلى بغداد في أرض الأوطان أكدت على النقاط الأربعة، وهي عودة المهجرين إلى مدنهم وقراهم دون قيد أو شرط وتعريضهم وما لحق بهم، وذكرت جرف الصخر بالذات عندما كان الناس تخاف تلقى جرف الصخر، وإطلاق سراح السجناء التقليدي والذين يشكلون أكثر من 80% حسب الرسميين من السجناء ومن الأبرياء، والنقطة الأخرى معرفة مصير المغيبين
الذين غلبوا ظلما وبهتانا من قبل ميليشيات مجرمه معروفه بالاسماء، وهذا اثر بالاعلام واثر في كل القطاعات السياسيه. والنقطه الاخرى هي التوازن في الدوله العراقيه. أنا أقول لكم إحنا دخلنا في تحالفات كثيرة وفي تحالف السيادة بالذات، التحالف الذي يمثل أهل السنة في العملية السياسية، همنا الرئيسي كان وتركنا كل خلافات وتركنا كل المغانم اللي دائما تتمسك فيها التحالفات السنية على الوزارات وعلى الجامعة، وركزنا على موضوع الحقوق، حقوق أهل الناس. وبقينا مصرين على أنه نعمل ورقة ونوقع ورقة مع كل قادة الكتل السياسية، مع كل السياسيين في البلد على هذه النقاط قبل الدخول في أي تحالف سياسي. رفضنا الدخول في الحكومة إلا بعد توقيع هذه الورقة اللي تنص على كل الحقوق، على كل مشاكلنا من 2003 إلى الآن. وبالتالي قبل أيام زارنا رئيس الوزراء، أكيد شفتوه، زارنا في التحالف، وطلبنا من أخواننا النواب يمنع أن تقدم له أي طلب شخصي للسيد رئيس الوزراء وأي طلب للقاء، وركزنا على النقاط الستة اللي تخص محافظاتنا اللي ذكرتها الآن. قانون العفو موجود وإحنا ما نريد عفو، أهلنا أخواننا مو مجرمين، حنريد عفو من أحد، ما نريد منية من أحد، احنا نريد الحق والانصاف. ولذلك طالبنا باضافة فقرة اعادة التحقيق، احنا مشكلتنا بالتحقيق اللي اخذ بالاكراه وبالتعذيب وبالمخبر السري، وبالتالي وضعنا نقطة اعادة التحقيق، وهذه نقطة مهمة في تعديل القانون. ووعد الاخ رئيس الوزراء وهو محل ثقة ويريد ان يحقق هذه النقاط، لان هذا في استقرار للبلد ينعكس على الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي ووضع العراق الاقليمي والدولي. ووعدنا ان شاء الله خلال الايام القادمه، خلال الاسابيع باقصى حد، ان يقدم قانون تعديل قانون العفو العام بهذه النقاط. اذا وضعت ان شاء الله هذه النقطه كما اتفقنا عليها، سوف يخرج عشرات الآلاف من السجناء الأبرياء، وإن شاء الله احنا ما راح نقصر. ادعونا الله يثبتنا. مغريات وفتن تسحبنا هنا وهنا، انا اخوكم ان شاء الله، احنا تربينا في هذا في المساجد، واحنا ربونا شيوخ الدين قبل اهلنا الله يجزاهم خير، وان شاء الله احنا معاهدين الله سبحانه وتعالى، ولا نريد في ذلك لا شكر، وهذا واجبنا. عهدنا الله سبحانه وتعالى أن نحقق هذه الأهداف وماضين بها. إن شاء الله احنا نشعر بأمانة أن هناك اليوم جو حقيقي يريد إنهاء هذه المشاكل، ما جابت الفائدة لأحد. بيتنا الكبير أكو قسم داخل البيت مو راضي، البيت ما يستقر. ولذلك أكو اليوم شعور بأنه يجب الجميع أن تسود العدالة بين كل مكونات الشعب العراقي، احنا ماضين في هذا الامر ومصرين عليه الى اخر لحظة. هددنا وضربت مقراتنا وبقينا مصرين على هذه الحقوق. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يثبتنا، وارجو منكم الدعاء ان الله يوفقنا، وجزاكم الله خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايها الاخوة المواطنون، ورجال الدين يتحملون مسؤولية كبيرة، وهم قاموا بجهدهم وواجبهم للتذكير كل الأطياف السياسية بأنه العدالة الاجتماعية تبدأ بالإنصاف وتحقيق العدالة بين جميع أبناء الشعب وإنصاف المظلوم، وهذا واجبنا جميعا، وهذه أمانة في أعناقنا جميعا. وكان من بين الشخصيات الدينية التي تحث على ذلك، تحث على الوحدة الوطنية، تحث على الاستفادة من ظروف الماضي التي مررنا بها وكانت مؤلمة، لكن علينا أن نبني للمستقبل برؤية وطنية وبعدالة أرادها الله سبحانه وتعالى. فضيلة الشيخ عقيل الفهداوي، إمام وخطيب جامع المصطفى في العامرية ببغداد، مثل ما شفتوه قبل قليل الذي كان يقف مع جناب الشيخ خميس الخنجر،
ونسأل الآن هو ويانا فضيلته على الهواء مباشرة. السلام عليكم فضيلة الشيخ، ونستمع إليك وكل الشعب العراقي يستمع إليكم، حياكم الله تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أستاذ أنوار. أهلا وسهلا، وحيا الله مشاهدي قناة الثلوجة الكرام. يا مرحبا. حقيقة كان هذا اليوم اللي حضر به شيخ خميس الله يحفظه في مسجدنا، وكان مطالبة بعد ما شفنا زلزال اللي رب العزة جعل آية من آياته يخوف بها عباده، فذكرنا السياسيين أن اتقوا الله تعالى في حال المغيبين. يعني معقولة؟ أسألكم بالله العظيم، صار سنين ناس غيبت، عوائل آلاف مغيبين إلى يومنا هذا، ما يعرفون أهلهم، هل هم قتلوا، هل هم مسجونين؟ زين هسه الله أكبر، زين النبي صلى الله عليه وسلم يقول امرأة دخلت النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي جعلتها تأكل من خشاش الأرض. إضافة إلى هذا حال المعتقلين، المعتقلين اللي يطلع السياسيين نفسهم ويطلعون القضاة ويتكلمون يقولون أكثر من 80% من عندهم أبرياء، مثل ما ذكر فضيلة الشيخ خميس الله يحفظه. نعم. قال 80% أبرياء. زين يا أخي، مطل الغني ظلم. نقول للسياسيين يا من استرعاكم الله تعالى أمور المسلمين ونادينا إحنا وتكلمنا بعد صلاة الجمعة، اليوم إحنا نستغل وجود الشيخ خميس، ولطالما هو كان اللسان اللي ينطق بهموم أهله، وقلنا له يا شيخ أسألك بالله إحنا ملبسينك عباتنا، وإحنا نطلب من عندك أن يكون موقف الآن شكلت الحكومة وشكلت الوزارات، إلا أنه إلى يوم هذا ما حسم ملف المغيبين ولا حسم ملف السجناء والمعتقلين. زين إحنا من قبل نسمع الناس تتغنى بقانون العفو، إلا أنه إلى يومنا هذا وللأسف الشديد صار سنين ودورات انتخابية مرت علينا ولا نفذوا ولا جابوا، والنبي صلى الله عليه وسلم تخيلوا يمر الصحابة وياه على طائر صغير حمرة يسموه طائر صغير، يشيلون فراخة يأخذونها معدها، يقول من فجع هذه بأولادها؟ لا لا، فإحنا نقول للسياسيين من فجع الأمهات المغيبين أولادهم أزواجهم؟ من فجعهم بأولادهم؟ من ريد الله عز وجل يرحمنا والراحمون يرحمهم الرحمن؟ فإحنا من هذا المنبر، منبر الفلوجة، نكرر مطالبتنا الشيخ خميس وكذلك كل حر وكل غيور، الله الله بالمغيبين، الله الله بالمعتقلين، الله الله بالمهجرين. معقولة؟ أسألكم بالله العظيم، العراق إلى يومنا هذا أكو ناس قاعدة بالخيام ما يخلوهم يرجعون لديارهم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. معقولة هذا اللي جاي يصير؟ زين منو اللي يتحرك؟ احنا نريد لسان ينطق بالحق وبقوة مثل ما أثلج صدورنا حقيقة كلام شيخ خميس. إلا أنه حقيقة الناس محبطة، محبطة أنه عدم الاستجابة من الشركاء. فنريد ونطالب نقول لهم بالله عليكم احملوا هم وقضية اللي الله عز وجل يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. اللهم آمين، اللهم آمين. فضيلتك أنا أريد منك ما ننهي الاتصال إذا ما تسمعنا دعاء لله سبحانه وتعالى باسم كل العراقيين. والله أسأل الله العظيم بأسمائه الحسنى وباسمه الأعظم اللهم أن يفرج عن بلادنا وعن إخواننا اللي أصابهم الزلزال في تركيا وكذلك في سوريا، وأسأل الله أن يفرج عن إخواننا المعتقلين والمغيبين والمهاجرين والمهجرين، ويردهم إلى ديارهم آمنين سالمين، ويحل الأمن والأمان على بلادنا وعلى سائر بلاد المسلمين، ويهيئ لهذه الأمة أمر رشد من أولياء الأمور يحملون هم وقضية. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الفرج القريب العاجل يا رب العالمين. اللهم آمين. نسأل الله ذلك. اللهم آمين. فضيلة الشيخ، الله فضيلة الشيخ عقيل الفداوي إمام وخطيب جامع المصطفى بالعامرية ببغداد، شكرا لكم، بارك الله بكم. والعامرية ديرتي وأهلي وناسي، تحياتنا لكل أهل العامرية شيبا وشبابا نساء ورجالا وكل أهل بغداد وكل أهل العراق، واللهم يستجيب لدعائكم سبحانه وتعالى. اللهم آمين. آمين. شكرا لكم فضيلتكم، شكرا آمين. لكم فضيلتكم حبيبي على رأسك. شكرا. في ملف آخر، أنا ما تجيب لي صورة العم العزيز الشيخ أحمد أبو ريشة،
شيخ احمد ابو ريشه طلع الصوره وسويه. شيخ احمد ابو ريشه اريد اقول للشباب اللي كانوا صغار بال 2005 و 2006 رجع لي هالساعه. هذا الرجل صقر من صقور غربي العراق. هذا الرجل ابن المشيخ او شيخ اول واحد حمل السلاح مع قائد المقاومة الوطنية العراقية الشيخ الشهيد عبد الستار أبو ريشة، وحاربوا القاعدة الإرهابية وتنظيماتها ودفعوا دم في وقت لم يساندهم أحد كشيوخ من أبناء الغربية من أبناء الرمادي وأبناء الأنبار جميعا، ما ساندهم أحد، لا المحتل الأمريكي في حينها ولا الضاغط الإيراني في بعدها وقبلها. نحكي طق بطق، لأنه يا شباب يا كنتم صغار بال2005 و2006 كنتم بعدكم دقدق ما تعرفون ايش جاي يصير. أهلكم دافعوا عن كل العراقيين لا بمانية، ولا يوم طلع الشيخ أحمد أبو ريشة ولا الله يرحمه الشيخ الشهيد عبد الستار أبو ريشة قال أريد منصب، قعدوا بوش المحتل وجبروه يجيهم، ما راحوا له، جبروه يجيهم وقالوا له هاي مطالب العراقيين، ما قالوا له مطالب الغربية ومطالب الأنبار، وما قدر لهم ولا دنقوا رؤوسهم. رجع لي، لا المحتل الأمريكي ولا المتدخل الإيراني، نحكيها طق بطق ودفعوا ثمن. فاللي ما إله كبير، المثل يقول يشتري له كبير يا أبو، فلا تضحون بكباركم من أجل مصالح سياسية يدفعكم إلها ما وراء الحدود. ترى هذا وراء الحدود بس تنسد الحدود باحترام بعد لا يدعمكم ولا يوقف يمكم، وصيرون يا 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 وليداتي يا أخوتي الصغار تصيرون ترى بقبحة الوجه، ما نريد وجوهكم تسود، نريد وجوهكم ناصعة البياض. فأنا والله من اطلعت على بيان لمؤتمر صحوة العراق، هذا البيان يعرف المعرف، يعني ما يحتاج أقرأ، طلع هيك بصورة البيان ما يحتاج أقرأ، طلع نسوي أنا والبيان ما يحتاج، حتى لأنه يعني الشيخ أحمد أبو ريشة أبو خطاب علم ودافع ورجع ديرته وصار صوتها، فاللي يريد الآن يأخذ المناصب خذ المناصب مثل ما يقول لطف بوشناق رجع لي، لكن خلوه للوطن. الأنبار الآن بنيناها بالدم، بنيناها بالتضحية، نرجع هالساعة نرجع يعني مو المنطق احنا نرجع لي ورا، الناس تطلع لي قدام يا 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 وليداتي وتبني بلدها وتبني مدنها، واحنا الآن الأنبار من صارت تتباهى بها الناس، قمنا نريد نرجعها مثل قبل. ترى السياسي يفلت هيجي يروح، بس الأرض تبقى والناس تبقى، تكاتفوا حتى نبني ديرتنا. فتحية للعم العزيز صقر الغربية هيك أريد أسميه، ويستاهله والله صقر، ما صادوهم أحد ترى، لا هو ولا الشهيد عبد الستار أبو ريشة طلع صورته، ما صادوهم لا ترى، لا صادهم المحتل الأمريكي ولا صادهم الإيراني، وبقوا عراقيين ودافعوا عن كل العراقيين. فهذا بس رسالة للي بعضهم يعني يفقد بوصلة التوازن، تحتاج تقول له وليدي على كيفك اثقل شوي وفهم الدنيا شلون ماشية، لا تتقشمر، اللي يتقشمر هالساعة ترى صعبة، الدنيا تغيرت، احنا بال 2023 مو بزمان. وصلت الرسالة؟ اللهم آمين. حقيقة في ملف آخر، أنا أحيي كادر دبلوماسي متميز، سفارة جمهورية العراق في الجمهورية التركية علينا كنا كعراقيين أن نفتخر بهم. نعم نعم، زلزال صار، زلزال صار وعدد اللي تأثروا 5 ملايين، ترى مو مليون مليونين، ترى اللي يشوف تركيا الآن بحالة ووضع لتدارك اللي صار، وكذلك أشقائنا في سوريا، لكن السفارة العراقية ما جاي تقصر. ونعم انتم المواطنين من حق المواطن يقول اريد اتصل هسه اريد السفارة توقف لي، نعم والسفارة تحاول توقف لك وتساندك وتحاول تقدم لك الدعم،
والله يلطف بحال الناس، احنا ما نقدر نعتب على واحد، الله يلطف بحال الناس، بأضنا بغازي عنتاب وحقهم على راسنا وواجب سفارتنا، وان شاء الله ما تقصر ان توقف لهم. وانا حقيقة اريد لله ان اذكر كادر السفارة اللي يستحقون، من سعادة الاستاذ خليل ابراهيم محمود المشهداني ابن مشاهد الكرام وابن العراق الاصيل القائم بالاعمال بسفارة جمهورية العراق في الجمهورية التركية، والوياه سكرتير الثاني نائب القنصل الأستاذ علي غانم عبد الجبار، والأستاذ حسن عبيد فرحان مسؤول المكتب الإعلامي في السفارة. والله ما مقصرين، أنا اليوم فيديوهات تيجر صديتها بالله طلع فيديوهات على السريع، فيديوهات هذه منها مثلا إجلاء العراقيين من غازي عنتاب هاي بالطائرة، وتنسيق مستمر ووزارة الخارجية والأخ وزير الخارجية الأستاذ فؤاد حسين وكادر الوزارة والأستاذ أحمد الصحاف المتحدث الإعلامي أو المتحدث الرسمي باسم الوزارة، طلع كاملة بجهد مستمر من أجل أنه إنقاذ وإجلاء العراقيين. هذه اللقطات من غازي عنتاب إلى بغداد، إذن هذه الرحلة إلى بغداد، وهذه الطائرة العسكرية إذن بتنسيق مستمر مع وزارة الدفاع والمقاتل رئيس أركان الجيش سيادة المقاتل الفريق أو الركن عبد الأمير رشيد يار الله المحترم، يعني كلهم ما جاي يقصرون. وأيضا عندنا إجلاء أضنة، إجلاء أضنة أعتقد إلى أنقرة، أعرض بالله إجلاء أنقرة، هاي نعم أجلوهم اليوم بباصات، هاي اليوم ترى قبل ساعتين ثلاثة بإشراف مباشر إلى مراكز الإيواء في أنقرة، هاي قبل ساعتين تقريبا. شوف التعامل ويا الأطفال نعم هاي سفارتنا ما قصرت. وحقيقة أنا يا ريت لو تحصلونا سعادة القائم بالأعمال الأستاذ خليل. إذن حياك الله يا بطل، حياك الله يا عراقي، والله يحفظكم ويبارك بكم، ما قصرتوا. حياك الله سعادة القائم بالأعمال، ونسمع منك كلمة أستاذ خليل تفضل. حياك الله أستاذ أنور، بارك الله فيك على هذه المقدمة، نحييك ونحيي جميع مشاهدين قناة الفلوجة، ونعزي العالم، لأن جميعا كل لأنه اختلطت جنسيات العالم جميعا دماءهم في تركيا وسوريا. نعم. ونعزي شعبنا العراقي طبعا بشكل خاص على الضحايا. الحمد لله من اليوم الأول وبتوجيه من دولة رئيس الوزراء وبإشراف معالي وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين وتنفيذ من قبل خلية الأزمة برئاسة السادة الوكلاء، باشرت السلطات العراقية بإرسال مساعدات إلى سوريا وتركيا. فيما يخص تركيا، وصلت 3 طائرات من القوة الجوية العراقية محملة بالمساعدات، وخلال هذه المدة عملنا مع قنصلياتنا في نعم سعادتك أسمعك خلال هذه الفترة تعرف أنت يعني قنصليتنا في غازي عنتاب الموظفين كانوا موجودين، لكن هم هم ضحايا حالهم حال الناس، يعني هم في نفس المدينة. نعم. عملنا على جمع العراقيين في داخل، عملنا على إنشاء مركز إيواء في المدرسة العراقية في غازي عنتاب، جمعنا فيه العراقيين وباشرنا بالتعاون مع القنصلية الموظفين الموجودين بإصدار وثائق سفر سريعة، والحمد لله تم إجلاء 42 واحد في الرحلة الأولى، والثاني يوم أجلينا 17 عراقي بالرحلة الثانية. الرحلة الثالثة كانت إلى مطار ديار بكر. نعم. بعد تعرف أنت الأيام الأولى السلطات التركية أغلقت هذه المدن بالكامل وكانت فقط لفرق الإنقاذ. صحيح. من الصعوبة يعطون موافقة لتحرك أو دخول سيارات من خارج المدينة، فقط الخروج. فاليوم الأول والثاني كنا مقيدين، وأيضا يعني نسيت أذكر أبطال وزارة الداخلية، فرقة الإنقاذ العراقية المكونة من 35 شخص وصلوا على الطائرة الأولى باليوم الأول، ومن يعني الساعة 10 وصلوا مباشرة اتجهوا في غازي عنتاب إلى العمارات للمشاركة بعمليات الإنقاذ، والحمد لله اليوم يعني لحد هذه الساعة هم مستمرين وانتشلوا العديد من الجثث وأنقذوا العديد من الناس اللي تحت الركام. نعم. بعد هذه يعني ما خفت الإجراءات، عملنا على إنشاء مركزين إضافيين في أنقرة وفي مدينة مرسين لإجلاء
العراقيين. والحمد لله بعد ما توصلنا مناشدات من قبل الأهالي نحصل موقعهم بالضبط، نرسل موظفيننا مع سيارات يجلوهم، والحمد لله. يعني راح نعطيك يعني بعض الأرقام أستاذ أنور. تفضل. يعني أجلينا من أظن هذا اليوم طبعا 54 شخص راح نخليهم في مركز الإيواء في أنقرة. نعم. وعندنا من قهرمان مرعش اللي هي يعني أكثر المدن تضررا، وحسب يعني معلوماتنا أنه أكثر العراقيين موجودين هناك، أجلينا 48 شخص، قسم منهم إلى غاز عنتاب والقسم إلى أنقرة. عندنا مناشدة اليوم وصلت من مدينة أورفا، هناك عوائل عراقية يقدر عددهم ب50 شخص موجودين في أحد جراجات المدينة. بكرة صباحا إن شاء الله يتحرك وفد من القنصلية في عنتاب بالتعاون مع السفارة لإجلاءهم إلى أنقرة أو غاز عنتاب. ساعات قام بالأعمال. بس إذا تسمح لي، أكو أيضا مناشدة الباحة وصلتنا من أظنة، يعني ذولا بساحة أحد الجوامع موجودين وعدهم معاقين، يعني ووضعهم مزري جدا، يعني يا ريت والله لو اتحركتوا عليهم، لو احنا وصلنا اليوم البارحة. اليوم من يعني الساعة 10 موظفيننا موجودين يم ساحة الجامع. بارك الله بكم، بارك الله بكم، بارك الله بكم. والآن هم في الطريق إلى أنقرة، يعني يمكن في ساعتين يوصلون. بارك الله بكم إن شاء الله. لأن الباحة تحركنا الأستاذ حسن عبد الواحد والله ما قصر، بس يا ريت يعني الحمد لله أنه طمأنتنا أنه تم إجلاؤهم. لا يعني الآن هم في السيارات والحمد لله إن شاء الله يوصلون يعني بعد ساعتين. ومثل ما قلت لك يعني وزارة الخارجية مهتمة بهذا الموضوع. أكيد أكيد. يعني عندنا رئيس الدائرة العربية يعني ورئيس دائرة والله متفضل الكل اسماهم، يستاهلون يستاهلون، لأن أنا أدري متابعة مستمرة وياكم. الأستاذ أسامة الرفاعي ورئيس دائرة الدول المجاورة. نعم. الأستاذ محمد سلمان، يعني هم موجودين على الطائرات اللي تجي تركيا بالمساعدات وبالإجلاء. نعم بارك الله بهم والله، بارك الله بهم. هل 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 بقى عراقيين الآن أيضا محتاجين إجلاء لو يعني؟ نعم يعني أستاذ أنور، إذا نحسب الأرقام اللي أجليناها إلى بغداد أو إلى مراكز الإيواء، أكيد هناك يعني أعداد ضعف هذا العدد موجود في هذه المدينة. نعم. نعم. لأنه حسب إحصائياتنا يعني ما يقارب يعني بهذه المدن المحافظات العشر المتضررة تقريبا 50,000 عراقي موجود في هذه المدينة. 50,000. ساعات الجانب التركي شنو تعاونه وياكم؟ يعني جاي يقدم التعاون شيء شلون؟ بس الجانب التركي مثل ما قلت لك اليوم الاول والثاني كان ابدا يعني تدري هول الصدمه ويعني المصيبه مالتهم، هسه الان بدا يتعاون معنا، نبعث له المناشدات ونبعث له يعني عندهم خليه ازمه داخل وزاره الخارجيه مرتبطه بالافات التركي والهلال الاحمر. يعني مجرد ما يجينا اتصال عندنا احنا مخلين رقم طوارئ 24 ساعة، ومثل ما ذكرت الأستاذ علي غانم هو 24 ساعة صاحي. بارك الله بي. مجرد ما يجينا اشعار من مواطن يعني نحدد، اذا هو مثلا نحدد مكانه سهل جدا يعني يتم انقاذه طبعا، بس مرات أهاليهم يناشدون بس ما عندهم مكان، هذا صعوبة. يعني تدري 10 محافظات، محافظات شاسعة ودمار كامل، يعني صح. من الصعوبة أنه نجده. يعني عندنا هسه تقريبا يعني اللي يعني مفقودين يعني اللي تقريبا يعني تقريبا 15 إلى 10 يعني لحد الآن تحت الأنقاض مع الأسف، يعني ما قد يعني حسب ما عشر عشر يعني مواطنين مؤكد، يعني ما مؤكد يعني عشر مواطنين عشر مواطنين حددوا مكاناتهم أهلهم من بغداد أو من داخل تركيا يتصلون بينا، لكن لحد الآن جثثهم ماكو، فما نعرف إنه هل تم إنقاذهم ودوهم للمستشفى. لكن الشهداء اللي تأكد 7 وتم دفنه في مدينة عديمان، ولأنه أكو شغلة مهمة أستاذ أنور. نعم. عدد الضحايا يعني تدري راح يوصل 20,000.
فالاتراك خلال الان العدد وصل 20 يعني تقريبا للاسف. نعم. الاتراك خلال 24 ساعه اذا ما يتم التعرف على الجثمان يدفنوه مع رقم وياخذون عينات من الدي ان اي، فبعدين يعني تدري احنا يعني من المؤكد انه وجود عراقيين لانه العراقيين منتشرين في هذه المحافظات. اتمنى ان شاء الله ماكو، بس يعني تدري هذا يعني مؤكد لانه ما توصلنا اخبار، يعني اللي توصلنا من عندهم اخبار بدنا ننقلهم مباشره. صحيح. سعاده القائم بالاعمال انا ارجوك ان تعتبر استوديو التاسعه برنامجكم واحنا في خدمتكم، اي رساله تحبون توصلوها للعراقيين متفضل في اي وقت، في اي وقت هم احنا نشتغل 24 يعني ساعه باي وقت ان شاء الله. يعني احنا نعاهد العراقيين انه احنا يعني ليل مع نهار نبحث ونتواصل مع الجانب التركي لإجلاء جميع مواطنينا سواء إلى المحافظات التركية الغير متضررة أو إلى العراق. بارك الله بك. وإحنا من خلالكم أيضا اللي يعني الناشد اللي يعني يقدر يشوف البرنامج أو أهاليهم إنه اللي متضرر مكانه يلتجئ إلى مراكز الإيواء اللي أنشأتها وزارة الخارجية وهي مجهزة بالكامل من مأكل وملبس ومنام، وإن شاء الله إن نعمل لهم على رحلات طوعية إلى العراق مجانية طبعاً، وهو اللي عنده إقامة ينتقل إلى محافظات تركيا إن شاء الله. سعادة القائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في الجمهورية التركية، أنا فقط أرد أقول لسعادتك أيضاً اليوم الرئيس أردوغان زعيم الأمة التركية ورئيس الجمهورية التركية شكر العراق شعباً وحكومة. نعم. للدعم المستمر الذي يقدمه. وكان أكو اتصال بين دولة رئيس الوزراء الأستاذ السوداني مع أردوغان اليوم. أكيد. إن شاء الله. أكيد. شكرا لكم أستاذ خليل إبراهيم محمود القائم بالأعمال لسفارة جمهورية العراق في أنقرة في الجمهورية التركية، وتحياتنا لكم ولكادركم. بارك الله بكم. بارك الله بكم. بارك الله بكم. شكرا. شكرا جزيلا. حقيقة بملف آخر، يعني لا حد يتصور انه رجال القضاء الواقف، من هم رجال القضاء الواقف؟ هم المحامون الذين يدافعون عن حقوق المواطنين، انهم ما يدفعون ثمن لهذا الدفاع، لا بل تطالهم حتى التهم الكيديه، يعني شخصيه قانونيه. ورجل من رجال القضاء الواقف محامي ورئيس مركز قانوني يهتم بقضايا المواطنين هو الاستاذ صفاء فاضل جاسم اللامي اللي عرفته أيضا بالقنوات كلها ومنها باستوديو التاسعة أحاديث المهمة. أن تطال التهم الكيدية هذه تخلينا نراجع حساباتنا بدل المرة ألف مرة، ونقول لعد المواطن العادي شلون جاي يصير عليه. أتمنى تصير ندوات وأتمنى تصير جلسات نقاشية بين القضاة في مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية ونقابة المحامين، وأن تستمع إلى هذه المعاناة. إذا المحامي اللي يدافع عن حق الناس يصير عليه تهمة كيدية مثل هذا. يعني اليوم نعرض لكم الكتاب اللي تم فيه أنه عن طريق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية اللي ردت ما صار على الأستاذ صفاء فاضل جاسم اللامي بعد تمييزه للحكم، وأثبتت أنه يعني الحكم للأسف تم بصيغة تهمة كيدية. طبعا هذا محكمة التمييز الاتحادية الموقرة أصدرت بتاريخ اليوم إذن هذا القرار للقاضي الأقدم منذر إبراهيم. يعني حقيقة هذا الموضوع استقبل من المحامين بفرحة كبيرة، يعني نشوف انه تم، يعني هاي فرحة المحامي لأنه يشعر بالظلم ويشعر ايضا عندما يتم انصافه من القضاء العادل. وحقيقة يسرني أن يكون معي على الهواء مباشرة سعادة المستشار والخبير القانوني الأستاذ
يعني صفاء فاضل جاسم اللامي، اريدك اقرا الاسم بالكامل. مبروك يا بطل، مبروك وحمد لله على سلامتك، حمد لله على سلامتك. الله يسلمك استاذ انوار، شكرا جزيلا لك ومرحبا بك وبمشاهدي قناتكم الكريمه، وجزيل الشكر لك لان بلغوني واني في اماكن الاحتجاز اطلقت مناشده عبر برنامجك وقناتكم الموقره، وهي بحد ذاتها وقفه جاده منكم لانصاف صوت الحق. شكرا جزيلا مره ثانيه لك. وبهذه المناسبه احب اشكر القضاء محكمه التمييز الاتحاديه لانصافهم الي، اشكر نقيب المحامين احلام اللامي التي وقفت وقفه جاده وحقيقيه في رفع الظلم عني، اشكر جميع زملائي من أعضاء مجلس نقابة المحامين، الأستاذ عقيل المظفر، الأستاذ عبد الرضا العطار من هيئة انتداب البصرة، من هيئة انتداب القرنة، الأستاذ مصطفى المطوري، محامي بغداد، محامي المحافظات، أشكر محامي الرمادي الذين وقفوا وقفة جادة وحقيقية للدفاع عني وساندوني، أشكر جميع أبناء المجتمع العراقي، منظمات مجتمع مدني، إعلام، مواطنون، كل الناس التي وقفت وساندتني وأنصفتني في إظهار الحق، والحمد لله لا ظهر الحق وظهرت براءتي من التهمة الكيدية والادعاء الذي أحيك لي. شكرا جزيلا لك أستاذ أنور. الله يسلمك. يعني سعادة المستشار أرد أسأل، يعني أنت عادة نستضيفك وتستضيفك القنوات العراقية والعربية وحتى الأجنبية العالمية تستضيف الأستاذ صفاء اللامي ليتحدث عن حقوق المواطنين وأنصافهم، يعني أنت تتعرض إلى تهمة كيدية، يعني شغلة يعني يمكن لو هذه ممكن يصير خبر عالمي، يعني منظمات حقوق الإنسان العالمية ممكن أنت تدافع وأنت تتعرض لتهمة كيدية، شلون يعني شلون رتبوها؟ سال أنور، طبعا أني خدمتي بالقضاء العراقي تقريبا 21 عام، أنا خريج عام 2003 ولباع طويل في القانون في عمل منظمات المجتمع المدني، ساهمت في كثير من كتابة المسودات القوانين في تصديت لمواضيع مهمة في البلد خلال هاي الحقبة الزمنية، شغلت مواقع مهمة في نقابة المحامين، حتى في وزارة الداخلية في العمل مع الشرطة المجتمعية في بحقوق الإنسان، يعني أكيد بالتأكيد لما أحس أنه أنا قدمت كثير للدولة العراقية وأضع في موضع مثل الموضع اللي وضعت فيه، هو بحد ذاته هذا شعور نفسي يحسك بالإحباط بأنه أنت يعني وضعت في الموقع الغير صحيح لك، وبالتالي المواطن العادي المواطن البسيط اللي يتعرض لمثل هيك موقف، وهذا أعتبره من المواقف الصعبة جدا بالحياة، لما انت السجن يعني عادي ممكن انت تدخل السجن، اني ادخل السجن اي واحد، بس لما الشعور بالظلم هو وحده كفيل بان يشعرك بوضعيه نفسيه سيئه جدا وينسف كل بصيص امل تجاه تطلعاتك امالك مستقبلك مواكبتك للحياه للدفاع عن ابناء مجتمعك لدورك في المجتمع، انت اني كقانوني او كمحامي او كناشط في المجتمع المدني او اعمل في مجال حقوق الانسان. الحمد لله، أكرر مرة ثانية شكري لقضاء محكمة التمييز الاتحادية الذي أنصفني وجميع من وقف معي، ونسيت طبعا أذكر لك أنه اتحاد الحقوقيين ورئيسهم الأستاذ الدكتور محمد نعمان الداوتي كانت لهم وقفة جادة وحقيقية للدفاع عني والتصدي لرفع الظلم عني. نعم بارك الله بهم. أنا لو تسمح لي، يعني الهيئة الجزائية الثانية في محكمة التمييز الاتحادية يعني يستحقون أن نذكرهم، هم كل من سيادة القاضي الأقدم منذر إبراهيم حسين والقاضي حيدر جواد والقاضي محمود عباس والقاضي ماجد حسين والقاضي أحمد علي المأذونين بالقضاء باسم الشعب، وطبعا المحامين أيضا يعني أنت ذكرتهم، لكن ونذكر أيضا لأن يستاهلون اللي هم المحامي عقيل المظفر والمحامي عبد الرضا العطار والمحامي مصطفى المطوري والمحامي طيف اللامي والمحامي أحمد نجم اللي قدموا لائحتهم بتاريخ 2/1، وكذلك المحامين أحمد السلطاني وحيدر المسعودي وسيف البدراني وعلي فلاح الذين قدموا لائحتهم أيضا بتاريخ 8/1/2023. سعادة المستشار تسألك، يعني بصراحة أنت كمحامي وتقف أمام لجنة أو هيئة قضائية عفوا موقرة سواء بالمحاكمة أو بالتمييز،
هل التعامل يختلف عن لو وقف مواطن مو محامي مثلا؟ وقفت بصفتي كمتهم في هذه. وليش محامي وليش محامي مفوه مثل جنابك الكريم يحتاج إلى محامي يدافع عنه؟ يعني يسمح لنا القانون أن أنت تكون محامي نفسك لو لا؟ بس حتى كثقافة قانونية. نعم بالقانون العراقي. نعم بالقانون العراقي لما أنت تكون متهم أمام القضاء وحضورك أمام محكمة تنتزع منك كل الصفات المعنوية والرسمية وبالتالي تمثل بصفتك متهم لا بصفتك كمحامي ودافع عن بصفتك المهنية قصدي. ولذلك أنا من وقفت أمام المحكمة كنت أدافع عن نفسي كما أدافع عن الآخرين لا ينقص شيئا وكنت مقتنع ببراءتي من هذا الموضوع حتى الادعاء العام وشكرا جزيلا للادعاء العام في محكمة جنايات القرنة طالب بالإفراج عني لعدم وجود أي دليل ضدي وبالتالي قناعة المحكمة كانت تنضوي تحت هذا المضمار بأن أعاقبه والحمد لله محكمة التمييز أنصفتني وأظهرت الحقيقة. بالتالي يبقى المحامي أو أي منصب في الدولة العراقية أو أي صفة رسمية أو شبه رسمية أنه مجرد ما يكون متهم هو تنتزع من هاي الصفة ويمثل أمام القضاء بصفة العادية كمواطن متهم وهذا هو القانون العراقي اللي نص عليه وبالتالي يطلب منك حضور محامي أيضا للتوكل للدفاع عنك. يعني أنا أيضا ساهمت في كتابة اللائحة الدفاع اللي قدمت إلى محكمة التمييز زودت زملائي باللائحة هم قدموها إلى محكمة التمييز وكان الأستاذ أحلام اللامي مشكور بارك الله بها والله أخت رجال والله أخت رجال أحلام اللامي والله والنعم منها نقيبكم أنتوا عندكم نقيب 100 زلمة الله يبارك بها يعني ست أحلام والله شجاعة تحياتنا لها طبعا طبعا تتخذ قرارات مهمة اليوم صح. طبعا اتخذت قرار على في سياق الحديث صدرت أمر إداري تضامنا مع حملة المحتوى السيء في محاسبة ومعاقبة أي محامي يقوم بهذا العمل تضامنا مع الحملة التي أطلقها القضاء وأطلقتها وزارة الداخلية وهذا بحد ذاته وإنجاز لسيدة أحلام اللامي هذا رح أجيله بس عندي سؤال تطور مهنة المحاماة جواب. تطور مهنة المحاماة حتى بس تكمل الجملة بس أريد أسأل جنابك الكريم سعادة المستشار لا تقول لي أبو التهمة الكيدية يعني محامي أو قانوني لو هيك لا هيك مواطن عادي لا مواطن ولا يعني مدفوع من جهة سياسية لو هيك يعني ما بيها جنب سياسي ما بيها جنب سياسي أنت ما عندك مشكلة سياسية كل تحبك يعني كل العراقيين يحبوك يحترموك الله طبعا هذا فضل من الله سبحانه وتعالى انه هذا الجهد اللي عبر سنوات طويله من العمل القانوني والمجتمعي للدفاع عن قضايا الناس وعن مستقبل ابنائهم انا اطمح لان يسود في الدوله مثل العراق قانون عادل ينصف الجميع دوله تسودها الامن والامان والطمانينه وتكون هناك اجراءات قانونيه حقيقيه من اجل ان امن مستقبل اولادي واولادك واولاد ابناء المجتمع وبالتالي أنا كان هذا الصوت العالي اللي 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 دائما بالفضائيات كما تفضلت حضرتك انه اطلق بكل مناسبه انه دائما اشخص الاخطاء واحيي كل انجاز يقدم من قبل الدوله العراقيه وبالتالي هو هذا دورنا بالمجتمع احنا انه نامن مستقبل وبيئه امنه لابنائنا للناس اللي تجي بعدنا الحمد لله انه الناس وقفت وقفه حقيقيه تصور انت في كربلاء مثلا نقابة المحامين في كربلاء الزملاء في كربلاء وحتى هيئات قضائية ساندتني ودافعت عني لأنه يحسون أنه الظلم اللي شعرت به ويحسون أنه أني إنسان مو هذا موقعي اللي نوضعت به وبالتالي بس سعادة المستشار هذا ترى يحملك مسؤولية خد نسوي يحملك مسؤولية بالتأكيد. الأبرياء اللي ما زالوا معتقلين بسبب مخبر سري وبسبب تهم كيدية والله أنت أمام الله ترى شوف أكو واحد من النواب مر بتجربة سيئة والعالم كله شافه بالتجربة والله أنقذه من التجربة والله هو صديق بس هسه ما عاد صديق لأنه لا يتواصل ولا شيء لكن أنا والله طلبت منه طلب وبكته قلت له الله أنقذك إذا أعمل ليل نهار حتى تنقذ الباقي الموجودين بس للأسف نسى الموضوع التهب السياسة يعني بس أنت سعادتك أريدك تستمر دول الخطية البسطاء واللي ما زالوا ما عاد ما حد يدافع عنه يعفي
طالما اني احمل هويه نقابه المحامين راح ادافع عن كل مظلوم يظلم. حد البارحه قبل ساعات طالع من التوقيف اجتني مناشده احد الاخوان بالنجف يتعرض لانتهاك بدون ناس قاعده يمي، وجاوبتهم وقلت لهم اني راح اتبنى الموضوع وادافع عن هذا. عفي هذا ذكرى امام الاعلام، الناس تعرفه تعرفه. وقبل ان يفوتني انه سجناء بالسجن حملوني رساله لك انت شخصيا استاذ انور الحمداني ان يكون صوتك عالي للمطالبه بقانون العفو العام. كلش محتاجين هذا القانون العفو العام. السجناء في داخل المواقف، انا يعني دخلت سجنين، سجن اول ونقلوني الى سجن اخر، والتقيت بكثير من السجناء حملوني مسؤوليه ومسؤوليه تاريخيه، وانا ايضا راح اتبنى هذا الموضوع باللي يكون الصوت عالي للمطالبه ان شاء الله بتشريع قانون العفو العام، لانه اصبح مرحله ضروريه جدا لانصاف هؤلاء. والله ان شاء الله ما نقصر عنهم، الوقت مناسب ومهيئ. والله ان شاء الله ما نقصر، والله ان شاء الله ما نقصر ان شاء الله. انا اتوسم بك خير بان يكون صوتك باذن الله. انا اريد اسالك هسه على الامر الاداري، الأمر الإداري اللي أصدرته الأستاذة أحلام اللامي نقيب المحامين العراقيين بتاريخ اليوم 11/2/2023. طبعا هي أصدرت أمر إداري بأنه انسجاما مع مبادئ مهنة المحاماة ومراعاة الذوق العام وإنفاذ لنصوص القانون وتعليمات السلوك المهني لعام 2016 النافذة، هي تقول أي نشر يكون من محامي أو شيء يعني تشكل لجنة، تقرر تشكيل لجنة سيتم تسمية أعضاء في أمر إدارة من حق تكون مهامها متابعة أي محتويات مخلة بالذوق، محتويات مخلة بالذوق أو مخالفة للقانون، وتقديم التوصية لمجلس النقابة لاتخاذ القرار المناسب بإحالة مروجيها إلى مجلس التأديب ورفع أسمائهم من جدول المحامين وحرمانهم ممارسة مهنة المحاماة. يعني أي محامي يعني ينافي الذوق العام فتحال عليه لجنة. حتى أكون صادق وياك، حتى نعم. أكون صادق وياك نعم. فهم من الأمر الإداري أن أول المقصودين به هو المحامي الأخ فائق الشيخ علي، فهل بالفعل لا. موجه الكلام أبداً. لفائق الشيخ علي لا لا. أبو أروى حياتي كل الاحترام. لا 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 أبدا، أنا كانت على اتصال هاتفي قبل ما أحضر إلى برنامجك صراحة. تحياتي الله يبارك. كثرة زخم الناس يعني علي كنت يعني ما مواكب هالقد، شفت الأمر الإداري بس ما تطرقت له، فقبل ما أجي للبرنامج هاتفتها بالتليفون وبكل أمانة أنقل لك يعني حكينا بهذا الموضوع قبل ما أجي أنا أستاذ أحلام. افتهمت الأمر الإداري ليه صدر. أستاذ أنور، أعداد المحامين ازدادت بصورة كبيرة جدا. كليات القانون الأهلية تضخ علينا أعداد هائلة من خريجي القانون، وإحنا دا نقبلهم، نقبل عضويتهم في نقابة المحامين، وبالتالي هاي المهنة حتى نحافظ عليها من أن تنحدر إلى مستويات أقل من التسمية المرموقة اللي أنت ذكرتها. إحنا قضاء واقف، وبالتالي القضاء الواقف يجب أن يكون بمهنية عالية، وهذه مسؤولية. كثير من الشابات والشباب الجدد أبدا الموضوع مو يمسافر، لأنه قد يأخذ البعض على أنه تغريداته، بس هو الرجل لا لا لا. سياسي يعني صح محامي أبدا أبدا قضاء لا الواقف. لا 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 لكن ما أعتقد أبو أروى معني بهذا الشيء، ما يخص التعبير عن الرأي. لا أنا قرأت لا بعض التعليقات أنه المعني بها أبو أروى، فالأمر مو يم أبو أروى، مو يم أبدا أبدا. نحن نؤمن جدا بحرية التعبير عن الرأي. الأستاذ قصده بالنقابة وسيادة السيدة النقيب أنه أكو محتويات يعني تنزل من قيمة مهنة المحاماة، يعني أكو صور وفيديوهات وسنابات يصورنها الشابات تظهر بمظهر غير لائق أمام الرأي العام، وتصنف نفسها على أساس أنها محامية، وهذا إحنا يسيء إنا كمحامين، وبالتالي صح صح النقابة صارت حادثة قبل شهر شهرين مثل هذا صح وحتى صح أكون محامي صارت مشكلة واحدة الضباط. صحيح كثير كثير صحيح صحيح. هو هذا المقصود بالأمر الإداري. أنا وش أبارك لك، ما أخذ من وقتك أكثر حتى ترجع الناسك ومحبيك الفرحانين بإنصافك وتبقى عراقي، وتبقى عراقي أصيل وبطل وشجاع، وأنت إنصافك إنصاف لمهنة المحاماة، المحامين ما قصروا. وتحياتنا الأخت الرجال السباعية الأخت أحلام اللامي، والنعم منها والنعم منها والله، الله يبارك فيها. شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا. راح يكون صوتي عالي. الله يسلمك. بارك الله بك بارك الله بك، هذا عهدنا بك. شكرا إذن لسعادة المستشار القانوني الأستاذ صفاء فاضل جاسم اللامي، شكرا جزيلا لكم، ونلتقيكم إن شاء الله برصد آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.